بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني، نظمت مديرية الدفاع المدني احتفالية كبرى حضرها عدد من الشخصيات الحكومية والمسؤولة. هذا الاحتفال تضمن تكريما لعدد من المنتسبين بالإضافة إلى عوائل الشهداء التابعين للمديرية. اليوم يعتبر واحدة من الأيام المفصلية التي تحتفي بها كل البشرية وكل الإنسانية في كل دول العالم باعتبار مجموعة المهام الثقيلة والنوعية والاستثنائية التي تطلع بها قوات الدفاع المدني. ونقولها بصراحة أن قوات الدفاع المدني هي لم تتكلس على الإداء البيروقراطي الروتيني السابق، هي اليوم الآن في الخندق المتقدم مع القوات العراقية في كل مهام تحرير مناطقنا الساخنة ومواجهة الإرهاب في كل مفاصله، تطلع ليس في إجراءات وقائية أو إطفاء حرائق ما بعد يعني إجراءات معالجة، ولكنها اليوم هي تشترك في معالجة المتفجرات والقنابل غير المنفلقة، والتي هي اليوم بصراحة الأداة التي نعطي من خلالها التضحيات الكبيرة. الدفاع المدني مؤسسة عراقية يعني خالدة مع خلود الدولة العراقية، وهؤلاء الناس هم الجنود المجهولين حقيقة، للوقاية أولا والعلاج ثانيا، وبالتالي كل ما وعى المجتمع أهمية مواجهة أزمات وكوارثه يعي أهمية الدفاع المدني. الهدف الرئيس من هذا الاحتفال هو التنويه والإشادة بالدور الكبير الذي تطلع به أجهزة الدفاع المدني، فمهام الدفاع لا تقتصر على إطفاء الحرائق وحماية المواطنين. الدفاع المدني هو عدة واجبات يقوم بها من بالإضافة إلى الإطفاء، عمليات الإنقاذ وعمليات الإسعاف وعمليات إخبار عن الكوارث لا سمح الله وعمليات تطهير المناطق الملوثة. ويعتبر الأول من مارس من كل عام هو اليوم العالمي للدفاع المدني، تحتفل به جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية تقديرا لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني من جهود للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية.